انا اللي دعيني العم ديالي على حساب البلاد بالبلاد. انا كاري من عنده، كان ولده دار لي البهيم، كريت من عنده واحد البقعه هي فينايا، هذه كان كيتصرف فيها المرحوم. ها البقعه هي على برا، كاري من عنده سيدي كان دار لي ولده شي بهيم من 2016. باع ولده البهيم، ما بقاش عندي انا باش كنكري، ما بقاش عندي الغالب الله، ما بقاش جا الصيف الغالب الله، خاد البلاد ديالو كيتصرف فيها. هاد العام ناض قيد لينا الرساون في سميتو، قيد لي الرسيون ديالنا في سميتو. ملي جيت عدو قلت لي عمي انت قيدت الرسيون في سميتو؟ قال لي لا باقي ما كاينش التقييد درك. ملي عاودت مشيت سولت قالوا لي لا راه قيدو. ملي رجعت لي قلت لي عمي انت علاش قيدت لنا الرسيون ديالو في سميتو؟ قال لي اسكت ترى انا ما عارفش ليه، انا اللي قاري عارف المخزن كيفاش دايره باغي نديرو فيه السطاب. قلت لي لا عمي ما ديش لنا ديالنا. قال لي لما سكتيش هذاك الشيء الاخر نديه لك. قلت ليه بالحق. قال لي انا شاري من عند بوك راك تعطيه تصرف. قلت لي لا شاري من عند بوك اعطيني الاوراق. مشى دعاني بالكونترا هذا، بالكونترا هذا، هادو اللي حاطين ورثة واللي نوع المرحوم ديال الوالد عليه وعليه، حيت خوت قسم واحد، خوت تما قسم واحد، علينا وعليه، علينا ولا شي 40 متر اللي مجاورينا قبله، هو كيقول لك ذاك، كيقول لي راني نكشطك، راني ندير لك، أنا طالب من القانون، قلت لي إلا شاري أعطيني الأوراق، داعيني في المحكمة وشدني عاد القيد، ملي مشينا عاد القيد دخلنا قال لي القيد شنو هذا؟ قلت لي سعادة القيد، هاد السيد قال لك شاري إلا شاري من عاد بوق، اتفق الكافية. قال لي شاري، قال لي شاري، جبد لي واحد جوج اوراق شد مشي بحق، قال لي شد شي الحاج. قال لي واش هاك الشيء؟ قال لي انا القيد نوض خرج. انا تخرجت، ملي خرجت بقى شي قسمين وقويه، عاود عيط عليا القيد رجعت دخلت. قال لي اش كتقول انت في هذا الشيء؟ قلت لها سعادة القيد لا شاري من عند بو التقليدي بقى عندك انت، انا حي التقليد مع عندك قلت لي انت هو بوانا، لا شاري من عند القيد، لا شاري من عند بو التقليدي بقى لك انت. قال لي سمعتي الحاج اش قال؟ قال لي اش قال؟ قال لي انت كتسمع فيه اش قال؟ قال لي انا راه الدري لا عليا كل شيء. قال لي انا غنشد لي لاكار ديالو وجبت لي الوراق ديالك صحاح، انا غادي ندوي معاه يبعد. قلت لي لا جا لا كنت شاري وبقيت ندور ليه بلادو، قلت لي راني كنبر على شي حاجه ما هياش. قال لي القايد سير بحالك. قال لي انا غنشد لي لاكارت، نشد لي القايد لاكارت شهر وعيط لي قال لي شد لي لاكارت ديالك. ملي مشيت قال لي واش انا شاد لك لاكارت على البني؟ قلت لي لا راه لا شاد لي لاكارت. قال لي شد لاكارت ديالك سير بحالك، راه الحق راه كيقول لي نكشطك. عندي خمسه، عندي خمسه جوج الاخرين عادي توامري، لا تفكيت راه كملوا معايا الناس، لا تفكيت من الحليب. هو كيدور يقول لي نكشطك. الموتور شاري لي مو حسين طريب بورطو شاري لي محسن، الله يسهل العالم، الله فينا دولة دركا كاين، الله يسهل عليه مسكين. انا مرت المرحوم هذاك السيد بغى يتولى لينا على واحد الطرف ديال بلادنا، بغى يديه لينا. ما انا من نهار جيت عندهم وراجلي كيتصرف تما عمرني ما شتو قسمو ولا شتو بيع ليه ولا التقليد. يبقى عليا هو في دار الحق وانا في دار الباطل، يبقى عليا التقليد، ما عمرني شتو بيع ليه. ودابا هذا السيد ناض لينا ميدوى مع ولدي على البلاد، السولى لي ناض بغى يدير لينا حقنا، بغيت تسول لينا الحقه ودي لنا وكيتحلف علينا وكيقول ندير لكم نفعل لكم نترك لكم. واليوم انا كنطالب بالوراق، الا كان شاري من عند راجلي يحط لي الوراق. 2016 انتهت الكونتراد ديالي، خمسه د الولاد كيتعاقر عليهم وحمدنا كشتي الناس مغلوبه، الله يكون في العون الجميع، حمدنا ربي وشكرنا باللي عطانا الله. كيفاش كنعطي كنعيشوا بداك الشيء اللي عطانا سيدي ربي، ونص صالح الحرث ونص ما صالحاش الحرث. واش هذا ماشي معقول ولا ماشي معقول؟ انا كنطالب بالحق ديالي.